يا الله مين يا الله لو كان عمرك كنت واقف خليني انزل اقطع. ايوه اجت على اجريها امي، ما بدي اقطع رسالتي بس شوفي انا بدي اروح انزل مع رفقاتي اشتري نواقص لازماتني يعني، فاذا موافقه على نزلتي بس قولي الله اكبر. الله اكبر يس كنت اتوقعني. ايه وامي ناقصني كمان شويه بصاري شوي يعني مو كثير كمان، اذا موافقه بدون ما تقطع رسالتك بس قولي الله اكبر. الله اكبر يس سلامة مقبولة ان شاء الله امي، تقبل الله تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو انا واخر هنا عشان دايما تعمل راحة كلها. عم تستحكمني وانا عم بصلي يا ابن 600,000 صرماية. ران حيوان قطع لي صلاتي. والله المادة لازم حضرها منيح لأنه كتير صعبة. أبدا 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 يخرب بيتك من حالك، روحي برا أقدر لك، لما بدك تدخلي على غرفتي دق الباب، داخلي على خان أنت، إيش بك؟ منيح أنت هون، قال أمي بسرعة نزل جيب لك كولا، في عنا ضيوف بدها تضيفهم شي وما عنا شي منه، بسرعة بسرعة. قولي لغيري ما خرج أنا مالي فاضي عندي دراسة. وبكي حقي قومي بسرعة. لا أنت شكلك ما بدك تفهمي منوب، منوب ما بدك تفهمي. يا حقير أنا عم تضربني والله خدري تكسرك. شو بك؟ بك ايش بك ايش في؟ تعي 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 كم هير ولك الرقوط. يلا على زكم دقيقة بس ورجع ولك ان شاء الله بتعدمك امك. ايش في امي 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 ايش في امي؟ قال عبادة ما بده ينزل يجيب لك الكولا. قلت له لك عبادة انزل ما فيش امي بتعصب. قال لي اتعصب مالي ما في غيري البيت كلياته انا بدي اجيب الغدا بس انا. قلت له ما بتصيرك عبادة امك ما بتريد. قال لي مالي سائل عليها منو؟ هو قال لك مالي سائل عليها هيك بالحرف يعني؟ لا لا هي زياد هي زياد هي من عندي. قولي شوف لك الزلمه انا ما فرجيك يا حقيره بروح للضيوف ولا لا وداك. وانت استاذ شو ليه ما عم تنزل؟ اجي ابوس ايدك لكن ما تحجب لي شغله قدام الضيوف يخرب بيتك من حقك. وين وين ولادي حميد يعني شو؟ لوين بدي اروح امي؟ ما فهمت يعني وين اروح انا؟ بسرعه روح انزل جيب لي كولا دخلها بس اوعك اوعك ام تحسين تشوفك عم تدخلها فهمان اوعك. نعم وشلون بدي ادخلها هي يعني قطيطه يعني انا وانزل البيت يعني شلون ادخلها على البيت انا هاي؟ والله هي مشكلتي انت بدك تدبر حالك انت حسين انسان بسبع شطرات اذا شافتك رح تعلقني. شو ما يقولوا انه لما اجوا احنا جبنا لهم كولا نحن ما عندنا شيء يضيفهم ياهم عشان يعرفوا مننا لما اجوا عندنا نحن كان في عندنا يعني فلذلك حطينا لهم بسرعه. المهم بسرعه اوعى تشوفك بسرعه. اقسم بالله انا عايش مع عائله مجانين اقسم بالله. يا ميت اهلا وسهلا. لك انا بس بدي افهم هاي شلون بدي ادخل على البيت انا؟ تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. ها ليك هاي عباده الله وكيلك قبل ما جيتي على بيع بلاي ستيشن مع رفقاته بالحاره. روح ادخل بسرعه حط هذا بالهد بسرعه بسرعه. هاي وين حطه؟ هاي هاي وين حطه لك وين حطه؟ روح على المطبخ روح على المطبخ. لوين؟ ما حاب افهم عليكي وين وين حطاه؟ على المطبخ يا حيوان شلقتها للمخلوقه. شوفي ام عبده كانه في شيء عم يحسسني في شيء كانه يعني هيا شو بده يكون في شيء انه انا على المطبخ يا حيوان رفعت لي ضغطي. سيكو سيكو بالبراد وهو تمام. ماشي ماشي ماشي. وهات لك كاسة مي لخالتك ام تحسين شكلها عطشت. يخرب بيتك اكيد فهمت. يلا يلا حاضر ما في غيري بالبيت لانه انا ما انا اصلا ما في غيري بالبيت كلياته انه طلع حدود جيبي شيء. لا ما بتقلها كله انا انا بفرجيك يا حدود شيء صغيره بسيطه. قولولو 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 الحياة قولولو بحب
بحبه من اول دقيقة. قولوله بحبه دوبني حبه. مش هالصوت هاد مش هالصوت هاد يا حيوان. جريئة يا بعيون جريئة. مش فيه هو يا حيوان عمري فيه لعند ايه من اسمع. ايدين ابوك انت كان لازم تاكل بدل مرتب لحتى يمشي حالك. بدك تدور ابوزك ولا لا بقى؟ اه ولا شبكهم شبكهم ما في غيري البيت كل شوية بتعيطوا علي رايح بعيط وجاي بعيط. حلو عني بقى مالي ساكت يعني مالي ساكت. انا قلت اسلوب الطريقة الحديثة نحن ما بيمشي معناها. خليني بس ارجع اسمع صوتك. ما اجت علي على فكرة ما اجت. ولا انت شو انت ما هو معدي عليك جنس التربه لك راح بتربي من نوم انت. ما وجعتني على فكرة ما وجعتني. قول ما تحت الباب ودك خلاص خلاص خلاص. عبادة انا رايح حسابتك غلط معتيلي يومين على الواتساب. لحظة ايش عم تعمل انت ولا بابا اذا سمحت تروح من وشي لاني ماني شايفك منو. نعم قصدي ماني شايف حضرتك منو. ولا فرغي انت ايش عم تشرب؟ فرجيني لهم ليش؟ انا عم اشرب شي ماني عارفانه بس شربان مداريان ما عميان ما بعرف. عاملي حالك سكران. هي نهاية جواز الاقارب. هي بتجوز وحده قرايبته. حسبي الله ونعم الوكيل. مين عطف الضوء؟ مين عطف الضوء جوا وشغلوا مين؟ إذا بابا أنا بدي أعرف بدي أعرف مين عطف الضوء وشغلوا مين؟ الله بابا بدي أعرف مين عطف الضوء وشغلوا بقى جوا يعني حلم حياتي بقى أعرف مين عطف الضوء. بدي تراهم تاخذ خرجيتك. شو ها بدك تفجر فيني صواريخ يا عكروت؟ اه يا حقير انت تا تعمل سوكه يا خرجيه بدالك اعطيتي انا حدا منوبه. لك ايه والله شو كان عمي مي 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 تعال عيوني انت تعال شو فرجيني شو اعطاك عمك خرجيه فرجيني. مي بخيل اعطاني ورقه وحده بس شايفه عمك هاد ملاكم كحتي يخرب بيته من حاله حتى لو نجيب جبته الصغيره يخرب بيته. اه كحتي اوش انا حقا ليه عطيته انا ليش عطيته اصلا؟ هيك اخبيلك ياهم معي بس تكبر بكون سمعت لك ياهم انا صاروا كتار كتير بعطيك ياهم كلياتهم فادده. هات 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 انت هات. اي ماشي ماشي امسكي امسكي. امي امي في موضوع خطير هيك بدي اتناقش معك فيه اذا سمحتي يعني. الله يستر من دخلتك انت هيك اذا دخلتك بيني ارتحت لهم النوم انا خير ان شاء الله. ايش بتتذكري امي لما من زمن طويل كثير من فتره طويله كثير عمي كان عندنا شارع اعطاني مصاري لي ولاخواتي جيتي انت قلتي لي هاتي دول مصاري بعطيك اياهم بعدين اكثر بس بدك اياهم وضحكتي علي بهي الحكايه بتحكيها على طول. انا هلا ما شفت ولا وين مصاري ولا انت لسه عم تذكرهم جاي طالبني فيهم. انا قلت في شيء ضروري يعني يخرب بيتك. طبعا متذكرهم لك انا كل يوم بحلم فيهم بمنامي لك انا لي معك ثروه هلا بقاضيك قانونا هذا حقي حقي اخي حقي حقك حقك لك يا غبي انا بعت المصاري ايش عملت فيهم اتذكر ايه اشتريت دفعت وكتب اشتريت دفعت وكتب انت لما كنت صغير انا مصاري ما في يلا روح الله معك. اي لا بابا شكلك انت بدك مشكله انا مالي طالع من هون غير اخذ مصراتي ولك انا ارض ولا ما ارض مصاري ما في انت ليش ما بتفهم حكي ليش بتضلني استعمل معك هذا الاسلوب. ليك الناس كامتي ورعت هالناس كلها.